ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. قبل ما ابدا الفيديو بفكركم اوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو ده، ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا وتعملوا شير وتنضموا لاسرتنا الصغننه اللي هتكبر بيكم ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي دخلنا في الشتاء. الشتاء مشكلتنا معايا جامده جدا 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 في موضوع ان احنا نبقى محافظين على بشرتنا تبقى كلها رطوبه. انا اصلا في العادي بشرتي دهنيه، لكن في الشتاء بتتقلب مش عارفه ازاي لجافه. بعد سرشاتي وحركاتي وتكاتي، ده اللي انا بقيت بعمله كل شتاء. بقيت ماشيه على حاجات معينه فرقت معايا جدا، فرقت معايا في الجسم، فرقت معايا في بشرتي، فرقت معايا في شعري، فرقت معايا في كل حاجه. طيب احنا المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ هقول لكم على كام كده خطوه نعملهم وكام منتج نستخدمهم بصرف النظر عن هما ماركاتهم ايه. انتوا لو دورتوا عليهم عموما هتلاقوهم، سواء كنتوا في مصر سواء كنتوا في اي دولة عربية، هي متاحين انواع زيوت وحاجات معينة هتلاقوها متاحة في كل حتة. تمام. اول حاجة يا جماعة، بلاش مية سخنة قوي، بلاش نغسل ايدينا ووشنا بمية سخنة قوي، نخليها مية فترة، ولا هي ميه سخنه قوي ولا هي ميه ساقعه قوي. احنا مش هنستحمل طبعا في البرده ان الحاجه تكون ساقعه، فاحسن ان احنا نجيب حاجه تكون يعني فتره الميه تكون فتره حاجه ايه الميه تكون فتره. تمام كده. تمام. طيب تاني حاجه ايه؟ المرطبات ثم المرطبات ثم المرطبات. المرطبات بعد كل دش، المرطبات بعد كل صلاه، المرطبات بعد كل غسيل ايد. الوش دي مرطبات معينه طبعا غير الجسم. في الايام دي بادي باتر، البادي باتر دي بتبقى معموله اصلا بتركيز ترطيبات فيها عاليه جدا، المواد المرطبه فيها بتبقى عاليه قوي قوي قوي. دي اكتر استعمالاتها تبقى احسن للجسم. الجسم الوش بنختار له زيت على حسب نوع بشرتك. انا مثلا، بس طبعا كل موسم بمختلف زي ما قلت لكم، يعني انا في الشتاء بتبقى بشرتي جافه، حتى في الصيف بيبقى هنا عندي دهون كتيره جدا، لا في الشتاء البشره كلها مش عارفه ازاي، مش عارفه ازاي لحد دلوقتي انا مش عارفه ازاي. طيب بعمل ايه؟ اول حاجه بالنسبه للجسم، بعد كل شاور، بعد كل دوش، بعد كل حمام مغربي، بعد كل الكلام ده كله، بستخدم لوشن للجسم. لوشن للجسم دوت بيبقى لوشن ترطيبه عالي جدا. غير اللوشن، لو اللوشن مش موجود، بجيب زيت لوز ومعاه لافندر. هتلاقوه بيتباع في باكج مع بعض كده، زيت لوز ومعاه لافندر متضاف جواه، او زيت لوز ومعاه يعني قصدي زيت لوز لوحده ومعاه اللافندر، انت بقى ممكن تجيبيه دوت لوحده. تمام. في برضه زيت لوز بالليمون، بس دوت انا بستعمله لوشي. ليه بجيب زيت اللوز اللي معاه لافندر ده؟ بيغنيكي عن حاجتين، دوت بيدي ترطيب عالي وفي نفس الوقت بيدي دوت ريحه لافندر، يعني كانك حاطه كده خلاص بادي سبلاش. لو هتحطي فوقهم في ايهم بادي سبلاش اوكي تمام براحتك، بس انت كده خلاص، انت كده جسمك كله بقت ريحته حلوة جدا وبقى ترطيبه عالي جدا جدا جدا. تمام. تمام. انا بقى طول النهار ماشية بده. ده ايه؟ ده لوسيون جسم، انا بستخدمه للجسم وبرضه بستخدمه للايد. الايد دي مع الزباني اكتر حاجة اصلا، عشان غسيل المواعين كمان، وعشان بنستخدمها اكتر، هي اكتر حاجة بتتعرض للجو، ما بنغطيهاش كتير مثلا عشان تتفاعل مع المرطب او كده. فانا دايما بستخدم لوسيون الجسم من نيفرتيل. ده بادي لوشن، ده مكوناته حلوة جدا. في زيت لوز وفي شمع عسل وفي زبدة الكاكاو وفي حاطين زيت كده عطري عشان تبقى ريحته خفيفة. هو حلو جدا اهو، هو حلو جدا وبيدي لمعة للايد حلوة جدا، وبتوت ريحته كمان بتفضل في الايد مدة، بيدي بقى لمعانه وطراوة للايد بطريقة فظيعة. لازم احط منه بعد كل صلاة، لازم احط منه قبل النوم، احط منه اول لما اصحى من النوم، احط منه وانا نازلة، احط منه لما ارجع، احط منه لما اغسل ايدي. بعد كل غسيل مواعين لازم يتحط منه. بصوا بيدي لمعة للايد حلوة ازاي. استنى اهو حطوه كده عشان تشوفوا كويس. بيدي لمعة للايد رهيبة، وعلى فكرة اللمعة بتاعته دي بتفضل على طول،
يعني مثلا مش هي كده وقتي ولما الجلد يمتص ويروح، لا هو كده على طول. ده اكتر حاجة انا بحبها جدا. زائد لازم اول لما الشتاء يجي نجيب يا جماعة هاتوا زبدة الشيا. زبدة الشيا دي خبراء التجميل كلهم بينصحوا بيها للي عندهم اكزيما، بينصحوا بيها ان يتعمل بيها حمامات ترطيب للشعر، بينصحوا بيها اللي عندهم جفاف بيستعملوها. دلوقتي هنشوفها. ده ملمس زبدة الشيا اللي بتبقى خام. بصوا عاملة ازاي، تقيلة جدا جدا جدا. دي في الترطيب رهيبة، في الترطيب يا جماعة انتوا مش متخيلين ايه دلوقتي عاملة ازاي. ريحتها ما بتبقاش حلوة قوي بس احنا بنظبطها. يعني انتي مثلا هتحطي عليها زيت عطري، لو مش همك ريحة خلاص مش مشكلة، ممكن تجيبي زيت عطري لافندر. الاضافات اللي انا هقولكوا عليها نضيفها عليها دي هتخلي ريحتها حلوة جدا. بصوا لونها عامل ازاي، لونها اصفر كأنها فعلا زبدة، كأنها زبدة اللي احنا بنحطها في الاكل. بصوا ايدي بتدي حتى لمعة رهيبة، حلوة جدا جدا. زبدة الشاي زي ما انا قلت لكم في الفقرة اللي انا وريتها لكم اللي كانت قبل كده دي، ريحتها مش واو قوي. احنا هنتغلب عليها بأي نوع زيت عطري او هنضيف عليها زيت لوز. يعني يا اما انتوا تجيبوا الليسيون ده وتخلوه عندكم، يا اما تجيبوا زبدة الشاي دي وتحطوا فوقها زيت لوز وزيت عطري. هاتوا اي نوع زيت عطري من عند اي عطار، شوف انت بتحبي ريحة ايه، بتحبي مسك، بتحبي عنبر، بتحبي الروائح اللي بتبقى شجري، فانيليا، لافندر، الكلام ده كله هاتيه اخلطيها معاها واعملي بيها خلطات، هتبقى رائعة لكل حاجة. وعلى فكرة بتساعد جدا في تفتيح الجسم، في تفتيح الاكواع، في تفتيح الركب. فوائدها للجسم هايلة وللشعر كمان. اوكي. طيب ايه تاني انا بستخدمه؟ انا بستخدم كمان للشفايف، طبعا بيبقى فيها تشققات جامدة جدا في الشتاء، بنبقى عارفين تبقى عاملة ازاي. انا اوبس بستعمل ده بيز لاين، اهي مش عارفة باينة كده ولا لأ. بيز لاين انا اخترت اللي بنكهة فراولة. زبدة الكاكاو بيز لاين دي رائعة، حلوة جدا وملمسها طري. ممكن احطها قبل ما انام واصحى الاقي لسه بقي طري جدا، طعمها هايل. ممكن على فكرة تحطوها تحت، يعني تحطوها وبعد كده تحطوا اي نوع روج انتوا عايزينه، سايل بقى مات اللي انتوا عايزينه كله. تمام. حاولوا، انا دايما يعني دي عجبتني فجبتها. انتوا ممكن تجيبوا اي نوع تاني بس يبقى فيه فيتامين سي ويحبذ ان هو برضو يكون فيه زبدة شاي. تمام. هي ترطيبها عالي جدا وفيها لمعة كده بسيطة. دي توت نكهة فاكهة، لكن دي نكهة فراولة. في منها عسل بس، وفي منها نوع تاني لونه ازرق، دوت بيبقى للي عندهم تجاعيد الشفايف اللي بيبقى سنهم كبير. في نوع تاني منها عسل بس، انا ده حبسته عشان حسيت ان هو فيه كده ريحة فراولة وطعمه حلو ولذيذ والدنيا هتبقى، انا بحب اي حاجة فيها ريحة. اوكي. نيجي بقى للبشرة. انا بشرتي زي ما قلت لكم دهنية في الصيف، وفي الشتاء بتبقى يعني بتبقى قريبة قوي ان هي تكون جافة. فبعمل ايه دايما؟ بستخدم صيف شتاء بقى بستخدم زيت لوز بالليمون. زيت اللوز ده انا دايما بستخدمه، لو انتوا رجعتوا لوصفات تانية ليا انا دايما بستخدم زيت اللوز اللي معاه ليمون ده. دي برضو من شركة نيفرتيري. لو انتوا في اي بلد تانية ممكن تجيبوا زيت لوز وتجيبوا معاه زيت ليمون عطري وتحطوه على بعض الاتنين، تمام، هيأدي نفس الغرض. دي بحطه امتى؟ بحطه كل يوم قبل لما انام بالليل، بغسل وشي كويس جدا بصابونه برضو تكون مناسبه للون الشعر، لون شعر ايه، لنوع البشره بتاعتك. تمام. هتستخدميها وبعد كده بعد ما ننضف وشنا ويبقى خلاص نضيف هنحطه قبل ما ننام. دايما قبل ما تناموا حطوا على الكومودينو جنبكم الحاجات اللي انتوا بتستعملوها كلها. ليه؟ انا دلوقتي دخلت نمت هكسل جدا اقوم تاني اجيب حاجه عشان ارطب بيها وشي، وهكسل جدا اجيب حاجه عشان اعمل بيها ايدي مثلا قبل لما انام. لا، خلوا الحاجات دي دايما على الكومودينو جنب السرير جنبكم، هتحطوها وهتبقى لذيذه، تبقى قاعدين بقى متدفين زي ما انا متدفيه كده. وهنحط الحاجات دي على وشنا
بتدي ترطيب حلو، هتصحى هتلاقي وشكوا رايق ومش هتلاقوه مشقق، لما حتى لما تغسلوا وشكوا وتمشوا ايدكوا كده على وشكوا هتلاقي وشكوا ناعم جدا. ده اللي انا بمشي عليه. زبدة الشايا مهمة جدا جدا جدا. انتوا ممكن تستبدلوا الحاجات دي بأي حاجات متاحة عندكم برضو، أي حاجات يكون ترطيبها عالي فيها فيتامين سي. زيت اللوز هتلاقوه في أي بلد، هتلاقوه في مصر وهتلاقوه في المغرب وفي الجزائر وفي كل دولة بيبقى ليها الزيوت اللي هي عادي بتاعي دوت متداول. لو انتوا عندكم أي نوع زيوت تانية بتنفع مع بشرتك انتي عايزاها استعمليها وامشي عليها على طول. زي ما قلتلكوا الجسم مهم أوي، نستخدم له زيت يكون ترطيبه عالي، حطه معاه زيت عطري كده هتكونوا رطبته وهتكونوا كمان عملتوا بودي سبلاش رائع. بعد كده اصلا لما تيجوا تغيروا هدومكم هتلاقوا ريحة هدومها رائعة. امشوا على الموضوع ده ومش هتلاقوا اي قشف. احنا مش مقشفين يا جماعة، احنا زي العسل والنبي عسل. ومش هنلاقي اي جفاف في بشرتنا خالص. بصوا اهو لسه ايدي بتلمع من البتاع اللي انا حطيته، من اللوسيون اللي انا حطيته. اخر الفيديو هقول لكم برضو، هطلع لكم الشاشات اللي انا متعودين نطلعها اللي بتبقى متعلقة بالفيديو اللي احنا بنتكلم فيه. دوسوا على اي موضوع عليه وهتفيدكم كتير جدا، هتلاقوا دايرة دوسوا عليها. وكده لو مش مشتركين في القناة دوسوا عليها، هتبقوا مشتركين معانا في القناة. بحبكم قوي قوي قوي. بفكركم اللي لسه بيفكر ومعملش لايك يعمل لايك دلوقتي، محتاجة لايكاتكم الكتير دي عشان نوصل لأكبر عدد. بحبكم قوي 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 قوي، ودمتم حلوين كلكم. يلا باي باي.